أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقاء مفتوحا لأهالي قرية الدراز للاستفادة من خدمات الوزارة في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يستمر حتى يوم غد الاثنين في مقر نادي الاتفاق الرياضي بالدراز في المحافظة الشمالية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن تكليف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة المدن والقرى لتفقد احتياجات المواطنين فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها، وتعريف المواطنين بخدمات الرعاية والبرامج التنموية في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية الموجهة للأفراد والأسر. وقد قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بزيارة تفقدية لموقع الفعالية، حيث التقى بالأهالي والمراجعين الذين توافدوا على الفعالية واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، موجها بمتابعة كافة تلك الملاحظات وإدراجها في سلم الأولويات والعمل على تلبيتها. وتعد فعالية اليوم المفتوح الأولى من نوعها، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنقل خدماتها المختلفة للأهالي في منطقة سكناهم، وتعمل على تيسير آليات وإجراءات الحصول على هذه الخدمات على النحو الذي يتيح للمواطن الاستفادة منها بكل يسر وسهولة. ولفت سعادة الوزير إلى أن نهج وحرص القيادة الحكيمة لجعل المواطن قريبا ومدركا لكافة حقوقه وواجباته وبما يضمن حصوله على الخدمات المتنوعة بكل يسر وسهولة، يأتي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين في مدن وقرى البحرين، مؤكدا أن الاستفادة من هذه الخدمات كفيل بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ومساعدته على تلبية احتياجاته الأسرية. وأشار حميدان إلى أن الحكومة الموقرة حريصة على توفير المناخ المناسب ليتمتع المواطنون بالامتيازات التي توفرها لهم الدولة، وفي مقدمتها الخدمات العمالية والاجتماعية لينعم الفرد البحريني بحياة كريمة ومستقرة ويشارك في نهضة البلاد بشكل إيجابي وفعال ويتحمل دوره في البناء والتنمية، مشيدا في هذا السياق بجهود منظمات المجتمع المدني بقرية الدراز وما تلعبه من دور في تعزيز قيم المواطنة الصالحة بما يحقق الأهداف التنموية ويلبي احتياجات الأهالي من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة. وقد شهد اليوم الأول حضورا لافتا لأهالي منطقة الدراز وتعاونا إيجابيا مثمرا لكافة الفعاليات المجتمعية في القرية لتقديم طلبات المواطنين ومساعدتهم على التعرف على خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث جرت لقاءات مباشرة بين المسؤولين في الوزارة والأهالي الذين عبروا عن إشادتهم بهذه الخطوة النوعية، مؤكدين أن إقامة مثل هذه الفعاليات المفتوحة مع المواطنين من شأنها تعزيز التوعية والإرشاد بالخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة لجميع فئات المجتمع. اليوم قمنا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتجربة جديدة، وهي إشراك نادي قرية الدراز في فعالية كبيرة قمنا بتنظيمها مع فعاليات القرية بنقل كافة الخدمات الخاصة بالتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل والمساعدات الاجتماعية وتقديم الرعاية لكبار السن وتقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، جميع الخدمات، رعاية المسنين، كل الخدمات موجودة في مقر النادي، ودعينا كافة المواطنين لمن يحتاج لمثل هذه الخدمات ولم يبادر في المرحلة السابقة للاستفادة منها أن يتقدم بكل يسر وسهولة لتسجيل في الخدمة التي يكفلها له القانون. فالحقيقة إقبال كبير من أهالي القرية سواء بالاستيضاح والاستفسار أو بالتسجيل والاستفادة من هذه الخدمات المنوعة. مملكة البحرين ولله الحمد بتوجيهات الرعاية، توجيهات ورعاية القيادة، تقدم منظومة متكاملة من المزايا والمساعدات الاجتماعية التي تكفل للأسرة الحياة والمستوى المعيشي اللائق. أولا نثمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء
لإيصال مسؤولين لكل ما يهم احتياجات المواطنين لكافة قرى ومدن البحرين. واليوم انطلاقا في نادي الاتفاق الرياضي بمنطقة الدراز تم افتتاح اليوم مركز التوظيف والتعريف على الجهود التي تقوم فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودور التنمية الاجتماعية أيضا في خدمات المواطنين في كافة تقديم المنح والعلاوات والامتيازات لكافة العوائل والترشيد أيضا والشرح الوافي والشافي لكافة الخدمات التي يقوم فيها. اليوم المجتمع البحريني نحتاج نحن نوصل رسالة إلى المجتمع البحريني فكافة القرى واستخدام هذه الأندية للدور الثقافي والتوعية للمجتمع لإيصال كل ما يحق لهم في المكتسبات والحقوق والواجبات لهم. وأيضا نحتاج الدور التوعوي دائما يوصل إلى كل مواطن بحريني لأن الدور التوعوي اليوم غايب في بعض القرى لبعض المكتسبات التي المفترض أن تكون من حقوقهم وواجباتهم في مملكة البحرين.